ازيكم يا شباب، معاكم فادي عضلات ورجعت لكم بفيديو جديد. النهارده يا جماعه هنجرب مجموعه مختلفه من ايس كريمات الاستيك، تمام؟ وهنشوف احسن نوع فيهم النهارده. مع الكاميرا كانت هتقع. يا ساتر يا رب، في ايه؟ الحماس الزايد ساعات يا جماعه بيبقى مش حلو على فكره، وانا قلتها كتير قبل كده. المهم يا جماعه، النوع الاولاني اللي معانا النهارده هو ايس كريم لندن بريز اند ايه؟ ايس كريم لندن بريز اند كريم. فين بريز اند كريم ده؟ بريز ان كريم. اللي هو دوت يا جماعه، ده ب 30 جنيه، ده اغلى نوع معانا النهارده، تمام؟ وبعد كده في عندنا جالاكسي فانيليا ولوز. جالاكسي ده لوز، ده فانيليا ولوز، الاثنين يا جماعه كل واحد منهم ب 25 جنيه، تمام؟ في معانا ستيك مالتيزر اللي هو دوت ب 25 برضو، في ستيك سنيكرز ب 25، في السنيكرز اهوت، وفي الكادبوري ده يا جماعه كنت جايبه قبل كده لو تفتكروا، وسط انواع كتير وطلع هو احسن نوع فيهم، ده كان ب 15. بس في حاجه يا جماعه معلش، الانواع اللي قبل كده اللي انا جربتها كان فيها نوع اللي هو الكيت كات، انا مش فاكر كان بكام، كان ب 10 ولا ايه تقريبا، بس الكيت كات ده ما جربتوش لسبب. مره لما كنت ناوي اجربه اتلقيته من بره الشوكولاته بتاعته عامله زي البسبوسه، مش بسبوسه يعني، هي شوكولاتها مش جامده، تحس كده ان هي، انتوا فاهمين قصدي؟ فخفت ان يكون ده بسبب ان انا سبته في الثلاجه مده طويله، فقلت لا خلاص ابقى عادي الفيديو ده وقت تاني. وللاسف بقى ما لقيتش الكتكات تاني بعدها، فلما الاقيه ان شاء الله، يعني الفيديو بتاع النهارده ده هنطلع احسن نوع في الانواع دي، وبعد كده مستقبليا لو لقيت في انواع تانيه هبقى اجيبها برده ونجربها. عايز اقول لكم يا جماعه ان من ارخم الفيديوهات اللي ما بحبش اعملها بصراحه هي الفيديوهات اللي فيها تجارب الايس كريمات، لان الايس كريم مجرد ما بتطلعه من الثلاجه بتلاقيه بيبدا يسيح بسرعه، اللي هو ما تلحقش ان انت اصلا، يعني صدقوني انا بص بدا يسيح، والله بدا يسيح. طيب عامه يا جماعه، من خلال الاستكات اللي جربتها قبل كده كان ده احسن نوع في اللي جربتهم قبل كده، فده هيخش تصفيات مع الانواع دي عشان نشوف احسن نوع في دول، وبرده الاحسن ممكن بعد كده انواع ثانيه يخش تصفيات معاها لغايه ما نوصل لاحسن ستيك في مصر، تمام؟ طبعا يا جماعه بقى مش هوصيكم بقى، عايزين نوصل الفيديو ده لاكثر من 10,000 لايك، ويا ريت مش مشترك في القناه تلاقي في زر احمر تحت الفيديو، دوس عليه ودوس على زر الجرس اللي جنبه واختار الكل عشان يوصلك اشعارات بكل الفيديوهات الجديده اللي بنزلها. ويلا بينا نبدا، مش عايزين رغي كتير، هنبدا بالجالاكسي اللي هو باللوز. يا لهوي، ده صح ده صح ده صح ساعة ده هجربه ازاي اصلا؟ ده يا لهوي، ده بيكب، ايه ده يا جماعة؟ ده مش عارف اقول ايه يا جماعة، ده بصوا انا مش عارف يعني، مش عارف اطلعه متماسك اصلا. هنحكم على كل واحد لوحده وبعد كده نقول بقى مين الاحسن في النهاية. يعني ده كده مبدئيا طعمه جميل، تمام؟ بس مش معنى كده ان هو احسن واحد، احنا لسه في انواع ثانيه، يبقى نركن ده على جنب ونخش بجالاكسي فانيليا. اسوأ انواع الفيديوهات، يعني يمكن عايز اقول لكم يا جماعه، يمكن تجارب القراطيس الايس كريم اهون من تجارب الاستكات. وده طلع سليم، طب والله كويس، يبقى ممكن التاني ده يكون كان متفتفت اصلا كمان. ده كان صح وانا بجيبه من السوبر ماركت، كان متفتفت اصلا كمان، فعشان كده لما طلع من الثلاجه كان الوضع صعب جدا. بصوا ده شكله، طيب مقارنة بالنوع اللي قبله اللي هو باللوز انا مش حاسس فرق قوي، حاسس ان الاثنين جالاكسي طعمهم متقارب جدا جدا جدا، فمش حاسس بفرق قوي. ماشي نجرب الكادبوري ديري ميلك. طب كويس، دي بصوا متماسكه كويس جدا. ده شوفوا ده طالع من الثلاجه ماسك حلو، يعني بصوا مسحش جميل. ده بإيه؟ ده بالشوكولاتة، شوكولاتة وفانيليا تقريبا. لا ماسك حلو قوي، رغم ان انا مطلعه من التلاجة في نفس الوقت اللي مطلع فيه التانيين، بس شوفوا ده ماسك حلو قوي. طيب ده نقدر نقول ان حجمه اكبر شوية من الجالاكسي،
والفانيليا اللي جواه بيضة. هناك الفانيليا كانت صفرة شوية. حسيت ان الجالاكسي احلى شوية. يبقى كده نخرج بالمقارنة لغاية دلوقتي ان الجالاكسي، طبعا الجالاكسي احنا ممكن يعني هعتبر النوعين كأنهم نوع واحد، اللي هم الجالاكسي اللي باللوز والفانيليا. يعني لغاية دلوقتي الجالاكسي احسن نوع لغاية دلوقتي. تمام، لسه قدامنا ثلاث انواع هنجربهم. ممكن نجرب المالتيزر. انا ايدي لزقت يا جماعة، مش عارف اعمل ايه. ده يا لهوي يا لا، ده ايه ده فك خالص. ده بقى ايه ده يا جماعه؟ ده في انواع باظت خالص. ايه ده؟ صراحة يا جماعة المالتيزر ما عجبنيش قوي. لا مش اللي هو. نخش على سنيكرز. ده فيديوهات الاستكات ده يا جماعة بتبقى عايزة ان يكون في تلاجة جنبي اطلع منها الاستكة اجربه في الفيديو على طول. بتسيح بتسيح، يبقى مش لاحق اجرب. بصوا يا جماعة البتاع ساح. ايه ده؟ ده فين العصاية اصلا بتاعته؟ ده صح العصاية. ايه ده؟ مش قوي برضو. لغايه دلوقتي الجالاكسي هو اللي فايز يا جماعه. نجرب اخر نوع معانا النهارده، هو لندن ديري بيريز ان كريم. ده بص متغلف تغليفه ايه، علبه تحس ان انت جوه كرتون، حاجه محترمه قوي. وده بص نخرج من العلبه نلاقي في كيسه كمان. والله يا جماعه انا كنت عايز ادي الكادبوري ديري ده تقييم اعلى من الجالاكسي، لان هو طلع متماسك من الثلاجه ويعني ما كانش سايح. بس مش عايزين نقيم على الاساس دوت، مش عايز اقيم على الاساس ده، لان الاهم هو الطعم بصراحه، مش نقطه سايح ولا مش سايح. فمش عايز اقيم على الاساس دوت. تمام، طبعا ده ما فيش منه بالشوكولاته. لندن اللي في ايدي ده ما فيش منه شوكولاته، انا ما لقيتش منه الا ده وفراوله ومانجا، فقلت اجيب دوت لان انا ما بحبش الفراوله والمانجا والحاجات دي. ايه ده؟ ده الكريمه اللي جواه فيها فراوله. ده حاجه ما عجبتنيش بصراحه، رغم ان هو اغلى نوع، بس ما عجبنيش ان الكريمه فيها فراوله. لو كان في منه شوكولاته وفانيليا اعتقد كان هيبقى حلو قوي. ما عجبنيش. يبقى اذا نخرج من الفيديو دوت بان احلى نوع في الستة اللي قدامنا دول هو الجالاكسي. الجالاكسي رهيب رهيب رهيب، جميل جدا. بس عيبه طبعا حتة انه بيساح بسرعة، بس مش هنقيم على الاساس ده، مفيش مشكلة. بس كده يا جماعة، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تدعمونا باللايك، وياريت تشاروا الفيديو في كل مكان. شكرا جدا لكم، الى اللقاء اخر في فيديو جديد.